بمناسبة مرور 3 سنوات على أول زيارة رعوية لقداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأردن، ولقائه بجلالة الملك عبد الله الثاني وعدد من المسؤولين الأردنيين وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة، ارتأت نورسات الأردن أن تذكر بأهمية هذه الزيارة التاريخية في التقرير التالي. نستذكر في هذا التقرير الوثائقي مرور 3 أعوام على زيارة قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للمملكة الأردنية الهاشمية، والأثر الإيجابي للزيارة من حيث الترويج السياحي للمواقع المقدسة في الأردن. ففي مستهل زيارته الرعوية للأردن، نستذكر في استقبال قداسته جموعا كبيرة من المسؤولين الأردنيين، كان على رأسهم سمو الأمير غازي بن محمد ممثل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومعالي لينا عناب التي شغلت منصب وزيرة السياحة آنذاك، والأمين العام لوزارة السياحة السيد عيسى جمه، والسيد عبد الرزاق عربيات مدير هيئة تنشيط السياحة. ومن الجانب الكنسي كان نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي ومعه كهنة كنيسة ماريجريس بعمان. كان استقبالا مهيبا ومشرفا لخليفة القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، حيث تعد زيارة قداسة البابا طوادروس هي الزيارة الأولى للأردن منذ تنصيبه على الكرسي الرسولي. ونستذكر هنا إعراب قداسة البابا عن شكره وامتنانه للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاوة وحسن الضيافة التي حظي بها قداسته والوفد المرافق منذ وصوله للعاصمة الأردنية عمان. وفي بداية الزيارة رفع قداسة البابا صلاة العشية بكنيسة السيد العذراء والقديس ماري جريس بالعاصمة عمان بحضور السفير المصري لدى الأردن طارق عادل، والتي شارك فيها عدد من الأساقفة والمطارنة ورؤساء الكنائس في الأردن. ثم ألقى نيافة الأنبا أنطونيوس كلمة ترحيب، وتحدث أيضا كاهن الكنيسة القمص أنطونيوس صبحي الذي شكر الله على بركة وزيارة قداسة البابا للكنيسة، مشيرا إلى أن هذه الكنيسة زارها ودشنها أيضا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. عشان كده لما أقول لك تحب نفسك مش معناها تبقى أناني، ودي صفة وحشة، دي معناها إنك تكون إنسان في حياتك راضي، راضي في بيتك وراضي في عملك وراضي في دراستك وراضي في علاقاتك وراضي بالخير اللي ربنا بيديهولك وممكن يديلك فيه بركة كبيرة خالص. وفي اليوم التالي للزيارة صلى قداسة البابا قداس الأحد الأخير من السنة القبطية بذات الكنيسة بحضور الآلاف من أبناء الكنيسة القبطية المقيمين في الأردن. أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، اديني قلبك
عايز قلبك ده يبقى نقي، عايز قلبك ده يبقى بتاعي أنا بس. بس على فكرة مسيحك يغير قوي، يغير عليك، وعايز قلبك كله يبقى هو اللي عايش فيه. وعقب الصلاة خص قداسته بلقاء تلفزيوني أجرته الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة لفضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. جاوب خلالها قداسته عن محطات الزيارة الهامة والأولى لأرض المملكة الأردنية الهاشمية. ووجه قداسته في ختام اللقاء عبر شاشة نورسات بدعوة أبناء الكنيسة القبطية للحج لأرض الأردن ونيل البركة من موقع معمودية السيد المسيح تحديدا، حيث هناك وطأت أقدام المعلم الأعظم. لا شيء يتم على وجه الأرض إلا بسماح من الله، فهو ضابط الكل. إذا كان يضبط أجهزة جسمنا، كل خلية صغيرة، يضبط الطبيعة، يضبط الخليقة، يضبط المملكة النباتية، يضبط الصيف والخريف والشتاء والربيع، يضبط المملكة الحيوانية، يضبط حياة الإنسان كلها، كل هذه تخلينا مطمئنين إن احنا محفوظين في يد الله. وزي ما داود النبي بيقول الرب يرعانا فلا يعوزني شيء، وده يعطي الإنسان راحة. أنا في إيد ربنا وربنا اللي بيرتب كل حاجة. وبعد الانتهاء من اللقاء التلفزيوني اتجه قداسته مع الوفد المرافق لقصر الحسينية بالعاصمة عمان، حيث استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني قداسته بأشد الترحيب والمحبة، واتسم استقبال جلالة الملك بالود والحفاوة، فيما أعرب قداسة البابا عن خالص الشكر لجلالته لسماحته وتوفير كنائس للمصريين المسيحيين في محبة كبيرة. وتطرق الحديث أثناء اللقاء حول العلاقات القوية التي تربط بين البلدين وتطابق التوجهات نحو السلام بين شعوب منطقة الشرق الأوسط. وبعد اللقاءات الرسمية البهية بدأت مسيرة قداسة البابا الروحية، حيث وضع حجر الأساس لدير الأنبا أنطونيوس بمحافظة مادبا بالأردن، وسط حضور جموع من الأساقفة والمطارنة وأبناء الكنيسة وشمامستها. وبعدها قام البابا بزيارة لجبل نيبو والتبرك من هذا الموقع الأثري المقدس. وانطلق قداسته مع الوفد المرافق لموقع معمودية السيد المسيح المخلص، وبدأ بأخذ البركة من مغارة القديس يوحنا المعمدان التي تبعد عن النهر قرابة كيلومتر، حيث أقام قداسته صلاة صغيرة داخل المغارة ليستذكر مع الحاضرين تلك الأيام المباركة التي كان بها القديس يوحنا المعمدان يتجول في بريته. وبعدها انطلق ليقف على ضفاف نهر الأردن يتأمل بصمت كامل حادثة الظهور الإلهي، حين اجتمع الآب والابن والروح القدس فوق نهر الأردن المبارك. وبعدها جلس قداسته ليكتب عبر ضفة النهر الشرقية في دفتر كبار الزوار التالي: المحبة لا تسقط أبدا. سعدت اليوم بصحبة سمو الأمير غازي بن محمد مع كافة المسؤولين الحاضرين معنا بهذه الزيارة المباركة لهذه المواضع المقدسة التي تلامست مع أقدام السيد المسيح والقديس يوحنا المعمدان، وعاش فيها أجيال وأجيال من القديسين والقديسات. إنني ومع الوفد القبطي المصري نشجع الجميع مسيحيين ومسلمين بالتبرك من هذه المقدسات، وليحفظ الله الأردن شعبا وحكومة ومليكا عزيزا. طوادروس الثاني، الكنيسة القبطية المصرية.
وبعد تلك اللحظات الفريدة في حياة الأردن وحياة الكنيسة القبطية، توجه قداسته مع سمو الأمير غازي بن محمد لموقع كنيسة الظهور الإلهي التابعة بملكيتها للكنيسة القبطية، واطلع على أعمال البناء للكنيسة والقبب المجاورة لها. وفي لفتة هاشمية كريمة قدم سمو الأمير غازي بن محمد مكرمة ملكية لقداسته، وهي 5 دنومات من أجل التوسعة لمنفعة الكنيسة القبطية في المقدس، حيث ثمن البابا هذه اللفتة الكريمة من سمو الأمير الهاشمي ذي النسب الكريم. وبعد مرور 7 أيام على زيارة قداسته المباركة لأرض الأردن، شكر قداسته كافة المسؤولين الذين كانوا معه ورافقوه. وبعدها غادر قداسة البابا تودروس الثاني أرض المملكة الأردنية الهاشمية، يحمل في ذاكرته ووجدانه تلك المناطق المباركة، مستذكرا فيها أحداث الكتاب المقدس وداعيا الجميع لزيارة الأردن لنيل البركة.